الفيزا ري ترانسلوسر زي ما كنا بنتكلم في الاول خالص اللي احنا كنا ورينا شكله ان هو ميزته ان هو صغير جدا حقيقة. اوكي بيبقى عندي يعني ما بقاش عندي بقى زي لينير اري، بيبقى عندي مجموعه اليمنتس بتحرك بيها. لا ده انا بعمل بقى مجموعه الاليمنتس دي تبقى هي اللي موجوده هنا، يعني مجموعه، يعني المجموعه دي هي دي المجموعه اللي بيبعت بيها ويساب بيها كل مره. بس باخد بقى المجموعه الاليمنتس دي وبعمل لها بقى يعني بحركها في كل الاتجاهات اللي انا عايزها. اوكي يعني ايه؟ يعني انا ممكن ان انا اعمل فوكسنج للبيم اللي طالع من هنا بحيث مثلا يديني خط في الاتجاه ده او خط في الاتجاه ده او خط في الاتجاه ده او خط في الاتجاه ده. ففي الاخر نفس الترانسديوسر بحجمه الصغير ده يقدر يجيب لنا صوره شكلها سيكتور، ويعني يبقى فعلا يعني بيعمل لنا يعني دايناميك فوكسنج، بيعمل لنا كل الحاجات اللي احنا كنا بناخدها من الايه، من اللينير اري، واحسن كمان. اوكي فهو بيسك يبقى نفس الكونستراكشن بتاع اللينير اري ترانسديوسر، بس احنا بيبقى في عندنا عدد الاليمنتس هنا اكتر بكتير. يعني عدد الاليمنتس هنا بيبقى مقابل للسايز بتاع الابرتشر او سايز بتاع السورس بتاعنا اللي احنا كنا بنستعمله في لينير اري، بس بحط عدد اكبر من الاليمنتس، بحط مثلا 128 اليمنت مثلا، وكلهم يبقوا اكسايتد في نفس الوقت. وطبعا بيبقى في عندي برضو نفس الماتشنج لاير، ويعني ممكن احط سيلندريكال لينث او ممكن ما احطش حسب ما انا عاوز. اوكي بس عاده سيلندريكال لينث دي ممكن احطها عشان الدايركشن اللي هو ايه بتاع الاليفيشن برضو. اوكي زي ما كنت بقول في الفيز اري ترانسديوسر، انا بحرك البيم بتاعي بحطه في المكان اللي انا عايزه. اوكي فمعنى كده ان انا مش بس بعمل فوكسنج في الدايركشن اللي انا قدامي على طول مباشره، لا ده انا ممكن اخلي الترانسديوسر يطلع لي ويف تبقى مثلا بتبص على ناحيه 60 درجه مثلا ناحيه اليمين او 60 درجه ناحيه الشمال او اي اتجاه انا عاوزه. الكلام ده بيتعمل بكل بساطه بحاجه بنسميها الكترونيك ستيرنج فوكسنج. ده بيسك لو انا عندي النقطه دي، هي دي النقطه اللي انا عايز اعمل عندها فوكسنج، اللي بعمله نفس اللي انا عملته قبل كده بالظبط في الفوكسنج عموما. اوكي بشوف برده النقطه دي برسم لها هنا كده برده نص دايره، او يعني برسم لها قوس بتاع دايره كده، واشوف الفروقات بتاعه المسافات بتاع كل واحده من الاليمنتس اللي موجوده في الاري قد ايه من الـ من الـ من الـ النقطه دي. اوكي وكومبنسيت المسافات دي في الديليز اللي انا بعمل بيها ايه، بعمل بيها ترانسميشن. فبيسك لو انا بعمل ترانسميشن للبيم بتاعي بالشكل ده كده، يبقى معنى كده دي هتروح الاول، فعشان كده هتعوض لي المسافه اللي كانت موجوده هنا في الاول، ودي هتروح بعديها عشان المسافه بتاعتها اقل، وهكذا. ففي الاخر هنند اب ان كل البالسز اللي انا بعتها دي من كل الاليمنتس في الاخر هتوصل هنا في النقطه دي في نفس الوقت. اوكي ده نفس الكلام بالنسبه للترانسميشن، ونفس الكلام هو بالظبط بنقدر نعمله بالنسبه للريسبشن. فالفكره عامه في الجزء بتاع الستيرنج والفوكسنج ان انا بشوف دلوقتي انا عاوز افوكس فين، وبحدد المسافات بتاعه النقطه بتاعه الفوكال بوينت دي عن كل واحده من الاليمنتس، وكومبنسيت بقى الاليمنتس مع بعضيها بحيث ان هم كلهم يوصل، يعني اوصل منهم الترانسميشن في نفس المكان في نفس الوقت في الجزء بتاع الترانسميشن، واستقبل منهم كلهم برضو الويفز اللي جايه دي كلها، اخليها كلها تبقى ان فيز بحيث لما اجمعهم يبقى في كونستراكتيف انترفيرنس بين كل الاليمنتس وبعض. اوكي فدي طبعا الستيرنج دي الموست جنرال كيس، الستيرنج مع الفوكسنج دي موست جنرال كيس، ان انا عايزهم كلهم يبقوا مش بس ستير، مش بس بيبصوا في الاتجاه ده، لا ده كمان فوكس في الاتجاه ده. فمعنى كده ان انا دلوقتي عايزهم كلهم يوصلوا هنا في نفس الوقت. اوكي فدي الموست جنرال كيس، وده زي ما كنت بتكلم هي بيسك نفس الكونسبت. انا بشوف فرق المسافات اللي موجوده عندي هنا، بعمل له كومبنسيشن في الترانسميشن، او بعمل له كومبنسيشن بعد كده عن طريق ديليز في الريسبشن، عشان في الاخر يوصل لي كل الحاجات يا اما في الترانسميشن توصل لي في نفس النقطه في نفس الوقت. اوكي او في الريسبشن يبقى كل الايكوز اللي رجعت تبقى ان فيز.